الحدث اللي كان في شمهاروش، اكيد انه درنا كاملين، ولكن ان شاء الله باذن الله نبغيه يكون سبب انه يكثر الامان ويكثر الامن والطمانينه في بلادنا ككل، وليس فقط في شمهاروج او في مدينه مراكش. فمن مراكش مدينه السلام ومدينه السياحه الجميله ومدينه الخير، كنقول للمغاربه كاملين نموت عليكم. بالنسبه لي كفنان ولا كمواطن كمغربي، اولا داكشي اللي وقع في امليل في شمهاروج ضرنا كاملين وضر الصوره ديال البلاد، وهو ما كيعكسش يعني الصوره ديال المغاربه، ما كيعكسش الحقيقه ديال ديك المنطقه. الناس ديالها زوينين، اكبر دليل ان اليوم تجندنا ومشينا لتما وزرنا المكان، مشينا مع مومو ديال ايت راديو، مشينا حنا مجموعين مع الجروب باش كاين محمد رضا، درنا واحد الخرجه مجموعين باش نمشيو نوريو الناس في ستوري ديالنا الناس اللي كيتبعونا بلا المنطقه زوينه، ولقينا الحمد لله السواح كاينين بكثره والناس عاجبهم الحال وبراسهم ما راضيينش على الوضعيه. دونك هذوك الناس ما كيمثلوش المغرب، ما كيمثلوش كاع ديك المنطقه، وحنايا كندو الحمد لله بالمغرب ديالنا وان الناس مضيافين والله يهدي ما خلق، ونتمناو ان يكون غير خطا وما يتعاودش ان شاء الله. وكنحيي الامن الوطني على الجهد ديالو صراحه، الله اللي في 24 ساعه قاموا بقبض دوك المجرمين، وفي نظري يستحقوا اشد عقاب. اش اللي كاين؟ جينا باش نبينوا للناس بان وحنا عايشين البيس لوف، مجتمعين مع بعضياتنا، ناشطين مع بعضياتنا، وكل عام وانتم بخير. كان لي الشرف كل يوم مع الفنانه مع هذا الجمهور الزوين، ونبينوا بان بلادنا فيها الامن والسلام، والحمد لله كان الجمهور تفاعل معنا مزيان ودات السهره زوينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.